محمد حسين يتقدم من خلف للأمام، محمود عبد الرحمن ينقلها أمامية وتمريرة جميلة عن فراد تام، والكرة الآن جول 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 وضع حجي سجون. كان أتكلم الكرات دائما ما تكون في المنتصف مقطوعة، لكن فتاي من أول لمسة وضع جيسي جون وجها لوجه مع الحارس، وضع وجها لوجه جيسي جون، يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 35. وهنا ميلان ماتشالا، شوف التمريرة، شوف الانفراد، شوف كيف وضعها، شوف شلون حطها في الشباك، وأول أهداف المباراة وأول أهداف المباراة. شوف التمريرة من أول لمسة، يعني هنا كان الحل، التمريرة القصيرة ومن أول لمسة. رأسية بالفعل، تأتي الرأسية لكن على حبيب موجود على التغطية، محاولة تسديد، محاولة توغل، تمريرة جميلة لجيسي جون، وجيسي جون يضع الكرة جول 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 جول، يضعها جيسي جون، خلصها جيسي جون، وسجل ثاني أهداف هذه المباراة في الدقيقة كم؟ في الدقيقة 13 من زمن الشوط الثاني، جيسي جون يسجل ثاني أهداف هذه المباراة، والتمريرة كانت عن طريق من؟ كانت عن طريق الهداف على أحبل، وهنا الحسرة واضحة وبادية على الحارس مروان لويس ليونيل، وهنا التمريرة الرائعة والمثالية كانت موجودة من على أحبل وتسديدة من جيسي جون، ووضعها بين أقدام الحارس السنغافوري لويس ليونيل. طبعا هنا التمريرة وهنا الاستلام وهنا التقدم وهنا التسديد، والكرة تهز الشباك السنغافوري، وهنا أيضا هدف الثاني، وهنا فرحة اللاعب جيسي يحاول يلم هذه الكرة واحد ضد واحد، والمساندة تأتي، يراوغ الآن، يتقدم، ينقلها عرضية وربما راسية وثلاثية، نعم جول 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 جول، الثلاثيات البحرينية في الشباك السنغافورية، وثلاثية من جيسي جون، ومن صنع الهدف هو الهداف على أحبيل، لا يا على أحبيل، صنع هداف وفي هذه المباراة صانع العاب بدرجة امتياز، وهذا هو صاحب التمريرة الأخيرة وصاحب التمريرتين أتى بهم هدف الثاني والثالث، على أحبيل هو الهداف، لكن في هذه المباراة نشاهد كصانع العاب بامتياز، وتمريرة الآن كانت عرضية ورأسية من جيسي جون، ما له حل إلا الشباك السنغافورية، وثالث أهداف منتخبنا في هذه المباراة الودية الدولية، شوفها بالإعادة وهنا الرأسية وتهتز الشباك السنغافورية.